معلومات مهمة للبنات تعرف بيها أن العريس اللي متقدم غير مناسب. ركزي على ملاحظات أهلك على شخصيته كإنسان واحترمي خبرتهم الحياتية. اتجنبي العريس اللي مفيش بينك وبينه أي انجذاب، لأن القبول هو أساس النجاح لعلاقة زوجية مستقبلية. ركزي إذا كان بيتكلم كتير عن طلباته في تغيير حاجات فيكي بعد الجواز، لأنه لازم يكون مقتنع بيكي جدا وبشخصيتك. خدي بالك من الشخصية المسيطرة المتحكمة اللي ما بتديكيش مساحة لإظهار شخصيتك أو إنك تتكلمي أو تظهري رأيك. راقبي إذا كان كريم معاكي وهو بيزور أهلك، لأن الكريم مش كريم بماله بس، بيبقى كريم كمان في مشاعره. راقبي تعاملاته عند الغضب، بيحافظ على تصرفاته وبيلتزم حدود الاحترام ولا بيفقد أعصابه؟ لو ظهر إنه تكرر منه الكذب، الكذب دوت علامة سيئة جدا، لأن الصراحة أساس الزواج السليم، وهنا لازم تقفي وتستشيري أهلك.